ولتسليط الضوء عن المعاناة المتفاقمة على النازحين من جراء موجة الصقيع والبرد، يكون معنا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. ملف النازحين يعني لماذا لا يزال مفتوحا على الرغم من مرور 4 سنوات على موضوع انتهاء العمليات العسكرية؟ كل سنة أستاذ علي تعاد نفس المعاناة، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك متعمد، الأسباب لا تنتج عن تقصير أو إهمال أو تناسي أو تراخي. نعم. السبب في ذلك متعمد، هناك جهات متعمدة تريد إبقاء هؤلاء لكي يتم التغيير الديموغرافي في المناطق التي يسكنونها. وأبرز المناطق النازحين إذا أخذناها ناحية يثرب. ناحية يثرب الآن يتم مصادرة أملاك أهاليها، بساتينهم ومزارعهم، وتسجيلها بأسماء جهات حزبية وسياسية متنفذة أخرى. كذلك منطقة العويسات ومنطقة جرف الصخر وغيرها من المناطق. الحكومة متورطة في هذا الأمر ووضعت هؤلاء النازحين في موضع يعني كارثي، بسبب أولا عدم السماح لهم بالعودة. إذا سمحت لهم بالعودة الميليشيات متربصة بهم، لا توجد جهات تصدر لهم وثائق. أغلب هؤلاء الناس لا يمتلكون وثائق، لأنه صدرت وثائق ومسميات وأوراق ثبوتية جديدة هم لا يمتلكونها. فالقصد من هذا، هناك تواطؤ يعني حكومي واضح بالتنسيق مع الميليشيات التي تدير مناطق و اللي يسكنونها هؤلاء، والتي تركوها وتقوم بالسيطرة على مزارعهم ومعاملهم وكل ممتلكاتهم. طيب أستاذ علي، موجة البرد تفاقم من معاناة النازحين خاصة في مخيم أشتي في محافظة السليمانية، وأيضا هناك نقص حاد في إمدادات الوقود. هنا يتساءل حتى النازحون، أين وزارة الهجرة والمهجرين من هذه الكارثة التي حلت بالنازحين، والتي تستحوذ وزارة الهجرة والمهجرين على دعم مالي مهول؟ أين هي من كل هذه الأحداث وهذه الكوارث التي تصيب النازحين؟ أكرر، كل الجهات الحكومية وخاصة وزارة الهجرة والمهجرين، وعلينا أن نتذكر أبسط دليل قبل أيام، يعني قبل شهور ليس قبل سنين، حين حدثت ملف قضية نهر الإمام في محافظة ديالى، وزارة الهجرة والمهجرين تواطأت وهي التي تولت عملية تهجير أهالي نهر الإمام. نعم. والقرى المحيطة بها. وزارة الهجرة والمهجرين مرتبطة بالحكومة العراقية وتخضع للمحافظات الطائفية، ومهمتها نهب والاستيلاء على المساعدات الإنسانية التي تبعث من خلال ما تسمى بالحكومة العراقية إلى النازحين والمتضررين. وهذا نداء إلى كل المؤسسات والمنظمات الدولية، عليها أن تعلم أن كل ما ترسل عن طريق الحكومة العراقية يذهب إلى غير أهله، ولا يستفيد منه لا النازح ولا المهجر ولا اليتامى وغيرهم من المؤسسات والمنظمات التي تدعي تمثيلهم. أستاذ علي، هناك مطالبات حثيثة من قبل النازحين موجهة إلى السلطات الحكومية بأن يهتموا بأوضاعهم في ظل نقص الغذاء ووقود التدفئة. بداية، من يتحمل المسؤولية عن هذه المعاناة الكبيرة للنازحين؟ وأيضا أريد سؤالكم، أين ذهبت وعود سنة العملية السياسية بإغاثة النازحين، وحتى أنهم وعدوا بإنهاء أزمة تهجيرهم؟ أين كل تلك الوعود؟ لا شك أن النازحين يطالبون، يعني ليس أمامهم إلا أن يطالبوا ما تسمى بالحكومة العراقية. لكن عليهم أن يعلموا وكلنا نعلم أن الحكومة العراقية لم تكن في يوم من الأيام جزء من الحل، دائما كانت جزء من المشكلة، وليس في ملف النازحين فقط، بل في كل ملفات اللي تخص هؤلاء الناس، سواء المعتقلين أو المهجرين قسرا أو المغيبين قسرا وغيرها من الأشياء. الحكومة ليست جزء من الحل، الحكومة جزء من المشكلة. أما ما يخص الوعود الانتخابية التي أطلقها ما يسمون بسنة
أو الذي يدعون تمثيل هؤلاء. فهذه وعود انتخابية تعودنا عليها قبل كل حملة انتخابية لا تسمن ولا تغني من جوع. أستاذ علي، أستاذ علي، هنا مفوضية حقوق الإنسان في العراق والمبادرات الشخصية التي يقوم بها عدد من الناس الخيرين والطيبين، ونحن نشد على أيديهم ونبارك هذا العمل. مفوضية حقوق الإنسان في العراق أيضا تقر بأن مأساة النازحين تتفاقم، وأيضا تقول بأن المخيمات تفتقد لأبسط مقومات الحياة، لكن هل تتوقع أن يستمر ملف النزوح مفتوحا بلا أفق زمني لإنهاء هذه المأساة باعتقادكم؟ يستمر، والآن الخلافات السياسية بين الأحزاب والمسميات تفاقم من هذا الأمر، وهناك يعني نذر خطيرة لزيادة هذا الأمر، لأنه نحن أمام حالة الآن هي عملية دفع بسبب الخسارة الانتخابية، خسارة المسميات الحزبية، يريدون الدفع باتجاه تفجير الوضع طائفيا من جديد، وأكيد هذا راح يؤدي إلى حملة نزوح أخرى. نتمنى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون المهجرين أن تنتبه لهذا الأمر، ونحن نتواصل معهم ونكتب لهم عن هذا الأمر، لكن أؤكد أن المعضلة الحقيقية التي تقف أمام ملف النازحين هي ما تسمى بالحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية تخضع يعني كل مسميات الحكومة العراقية تخضع لأجندات وأحزاب الميليشيات التي هي قامت بتهجير هؤلاء الناس، والآن تستولي على مدنهم ودورهم ومزارعهم من خلال ما يسمى المكاتب الزراعية. عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.